مدينة العالمين ومهرجانها العظيم اللي فيه أنشطة سياحية وثقافية ورياضية وساحلية. زميلة محمد الخطيب واقف هناك في مهرجان العالمين، ربما شاف العديد من الأنشطة اللي حصلت في الأيام السابقة، وحيرصد لنا أيضا أجندة ما سيحدث مستقبلا. أهلا بك يا محمد. صباح الخير مصطفى، وصباح الخير جمانة، صباح الخير عليكم جميعا. يعني حقيقة استعراض قوي جدا، مش بس لمدينة العالمين، لا استعراض لكل المقومات السياحية والمقومات البيئية والطبيعية قدمتوها لمحافظة مرسى مطروح وما تحتويه من طبعا من بنية تحتية ومقومات سياحية وإسكان وطرق. يعني الحقيقة مدينة العالمين أو مرسى مطروح تغيرت بشكل كامل وأصبحت واحدة من أفضل المدن اللي موجودة مش بس في مصر، لا ده على مستوى العالم حقيقة. كان لنا العديد من اللقاءات مع العديد من الجنسيات اللي موجودة في مدينة العالمين. الحقيقة كانوا مبهورين جدا باللي بيحصل في مدينة العالمين والتطور اللي حصل والعمران والفنادق والأبراج والشواطئ. يعني أصبحت مدينة كده يعني لوحدها كده، بعيد عن أي مدينة، لا لكن هي فعلا تمتاز بالعديد من المقومات جعلتها واحدة من أفضل المدن. خلينا نتكلم على مدينة العالمين بقى والمهرجان. احنا النهاردة في الأسبوع الخامس لمهرجان العالمين، هذا المهرجان طبعا اللي يعني كان ليه صدى إعلامي وصدى سياحي وصدى ثقافي وتراثي كبير جدا على جميع المستويات. يمكن الأحداث والفعاليات الرياضية هي بتتصدر المشهد مرة تانية في خلال الأسبوع الخامس. عندنا بطولة الجودو، البطولة العربية للجودو اللي بيشارك فيها أكثر من 600 لاعب ولاعبة من مختلف الدول العربية. بنتكلم على 12 دولة عربية هيكونوا موجودين في البطولة. هيكون في وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي للافتتاح، هيكون في عدد كبير من رؤساء اتحاد الجودو في الدول العربية. حقيقة تنظيم، يعني لما بنقول إن مدينة العالمين الجديدة بتستضيف البطولات الرياضية، ده بيأكد على قدرة الدولة المصرية وقدرة القيادة السياسية إن هي تنظم أي بطولة دولية وأي بطولة عربية موجودة في مصر هنا. ده طبعا بيدي رسالة إن مصر بكل مقوماتها وقيادتها وأجهزتها قادرة على تنظيم البطولات الرياضية، وده ليه تأثير إيجابي طبعا على يعني استضافة بقى رؤوس أموال وجذب استثمارات وتوفير فرص عمل، وإن مصر تكون رائدة من الدول الرائدة في المجالات الرياضية. ده فيما يخص المجال الرياضي. يمكن برضو عندنا حدث يعني ثقافي فني كبير، وهو مهرجان القاهرة للدراما. مهرجان القاهرة للدراما هيكون موجود معانا في مدينة العالمين، وهينطلق في 24 من أغسطس. كان في مؤتمر صحفي الحقيقة في غاية الأهمية، كان برئاسة الدكتور فنان الكبير يحيى الفخراني والدكتور أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية وعضو لجنة التحكيم إلهام شاهين. بصراحة كلهم اتكلموا على استضافة مهرجان العالمين لمهرجان الدراما المصرية، وجهوا الشكر الكبير للشركة المتحدة على استضافة هذا المهرجان اللي هيكون له أثر كبير وصدى يعني فني كبير على جميع المستويات. هيكون في نجوم كتير جدا هيحضروا المهرجان، هيكون في تكريمات لرموز العمل الدرامي الموجود في مصر. بنتكلم على 60 سنة من الدراما المصرية، أول عمل درامي خرج للنور من 61 سنة كان مسلسل هارب من الأيام، هو ده بداية انطلاق الدراما المصرية. عملنا لقاءات مع جميع الفنانين اللي كانوا موجودين، أشادوا بمدينة العالمين الجديدة وبالتنظيم، وإن هو مهرجان الدراما المصرية هيكون يعني مهرجان في منتهى القوة في مدينة العالمين الجديدة. وجهوا الشكر لجميع القائمين عليها. وعلى فكرة أخيرا مهرجان الدراما المصرية هيكون على أحد شواطئ مدينة العالمين، في التحديد في نورث سكوير مول. هيكون حاجة كده يعني جامدة جدا، هتعلي يعني مهرجان العالمين أكتر وأكتر. يعني عندنا مهرجانين، مهرجان العالمين ومهرجان الدراما المصرية في 24 من أغسطس. يمكن ده يعني أكتر حاجة من احنا مستنيينها تحصل خلال الأيام اللي جاية. شكرا لك يا محمد الخطيب مراسلنا من مهرجان العالمين. أرصد لنا أهم ما سيحدث خلال الأيام المقبلة، مهرجان للدراما وبطولة رياضية للجودو،
ما كناش نتوقع ان ممكن يحصل هذا الزخم مره واحده في مكان واحد في توقيت واحد. احنا بنشوف حاجه واحده بتحصل في مكان واحد يا جماعه. طيب مهرجان اتولد الحقيقه كبير وقدر ان هو يخطف الانظار بسرعه جدا، ده طبعا بفعالياته بالانشطه اللي موجوده فيه ويمكن كم الحضور اللي موجود. انا كنت موجوده يمكن خلال يومين اللي فاتوا هناك، الحقيقه نسبه الاشغال عاليه جدا 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 الحمد لله وما شاء الله. حقيقي انا شايفه انه حتى يمكن السائحين من كل دول العالم اللي موجودين قد ايه هم مبسوطين بالخدمه المقدمه، مبسوطين بالانشطه اللي موجوده، مبسوطين بالحفلات اللي بتقدم، اللي طول الوقت انت بتبقى محتار مش عارف تحضر الحفله دي ولا تحضر الحفله دي ولا تحضر الفعاليه دي. حقيقي انا يعني احيي كل القائمين على هذا المهرجان، حقيقي مجهود جبار ويمكن احنا شايفينه قد ايه قدر ان هو يوصل للعالم كله في وقت بسيط جدا.